وانتم تقولوا نحن نضرب اهدافنا بدقه، انتم قد امام العالم يا مجرمين، قلتوا نحن نضرب في اهدافنا بدقه. الزعيم الليبي معمر القذافي يتوعد مره اخرى الغرب الصليبي على حد وصفه، مؤكدا انه صامد حتى النهايه. لكن ممكن تدور الدوائر وهالشريعه اللي انتم تشرعوا فيها تنطبق عليكم. القذافي اتهم حلف الشمال الأطلسي باستهداف المدنيين وتحديدا السياسيين وعائلتهم في إشارة إلى مقتل عدد من أفراد عائلة الرجل الثاني في النظام على خويلدي الحميدي الاثنين الماضي في غارة للنيتو. حلف النيتو الذي اعترف بتسببه في مقتل مدنيين في غارات جوية أكد أنه سيواصل عملياته العسكرية في ليبيا، رافضا بذلك طلب وقف إطلاق النار الذي تقدمت به إيطاليا.